ماينو برادرز ريسينج. انا عمر امين واخويا هشام امين. انا السواق وهو الملاح. عملنا الفريق, ابتدينا فكره امينو برادرز, ابتدينا تقريبا في 2012. احنا سبقنا, في الجونه قبل كده وبنسبق تقريبا من 2012. احنا الحمد لله خدنا قبل كده في الجونه, اخر جونه كنا موجودين فيه خدنا الثالث ترتيب عام وتاني الفئه بتاعتنا. احنا العربيه بتاعتنا اسمها دوزر, ده اول حاجه. ابتدينا نشتغل فيها تقريبا من سنه ونص. خططنا للعربية, قررنا احنا عايزين نعمل فيها ايه, جبنا البارتس وابتدينا نبنيها. في اجزاء كتيرة من العربية طبعا احنا اللي بنيناها بنفسنا, وانا جايين النهاردة ان شاء الله بقى كده اول مرة, ان هيبقى اول سباق لينا, فدي تجربة, تعتبر تجربة للعربية لاول مرة يعني ان شاء الله. فان زي ده مفروض ان مين اللي بيحاول احنا نيجي في الجونة طبعا, بحيث ان هو زي حتة بتجمع مكان للسياحة كبير قوي, فبيحاول ان هو دايما بتنسق مع وزاره السياحه ينشط السياحه شويه. طبعا بيحاول ان يبقى فيه نوع من السياحه الرياضيه للناس, ففي ناس كتير قوي بتتابع الحاجات دي زي السباقات الكبيره قوي زي رالي الفراعنه, رالي داكار, الحاجات دي كلها. يعني ربنا يسهل كده والامور تبقى احسن شويه ويرجع مصر اكيد تاني طبعا. In seventh position with a total time of 25 minutes and 29 seconds, they also got a 1 minute penalty in their Toyota LC pickup. It's team Amino Brothers, Omar Amin and Hisham Amin. Amino Brothers!